ترأس سيادة المطران نيكولاس هنري السفير البابوي بمصر صلاة القداس الإلهي لراحة نفس مثلث الرحمات قداسة البابا بندكتوس السادس عشر البابا الفخري للكنيسة الكاثوليكية، وذلك في الخامس من يناير الجاري بكنيسة سان جوزيف للرهبان الفرنسيسكان بوسط البلد. جاء ذلك بمشاركة عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية وممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية ورؤساء الرهبانيات الرجالية والنسائية بمصر والشخصيات المختلفة. وفي كلمة العظة تحدث السفير البابوي حول حياة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر التي اتسمت بالبساطة، كما أشار إلى عدد من مواقفه التي لا تنسى، ثم استكمل حديثه بسرد عدة مواقف من حياة مثلث الرحمات وكيف كان وديعا محبا للفرح.